إذن مرحبا بكم من جديد سيداتي أوانسي سادتي في الجزء الثاني والأخير من حصة 100% فوت. بعد ما تكلمنا في الجزء الأول عن العديد من المواضيع تتعلق بالقسم المحترف الأول والثاني موبيليس البطاقة الحمراء وتصريحات الأسبوع، نمر الآن إلى لاري بريك اللي تسناوها بالتأكيد كل أسبوع. لاري بريك اللي تحبوها كثير ما تخبيش علينا. ما تخبيش علينا عكس الاستضافة، بدينا من الكبير نروحوا للصغير، فما تخبيش علينا نبداو من الصغير نروحوا للكبير. نبداو ببرشيش كوسيلة، لاعب شبيبة القبائل، لاعب سابق لفريق مولودية الجزائر، لعبت في مولودية العلمة، لعبت في وداد رويبة، ايضا لعبت في بوخلفة ولعبت في اتحاد العاصمة. لا اتحاد العاصمة، في اتحاد العاصمة. يعني حتى انت كما زمينا راك رحالة، انتقلت من شبيبة القبائل الى مولودية بجاية، لعبت ايضا في مولودية بجاية، هذه نسيتها، شبيبة القبائل اتحاد العاصمة، وفي الأكابر لعبت في وداد رويبة. كيفاش حتى من وداد رويبة رحت إلى المستوى العالي؟ يعني كنت في رويبة، كنت في الفريق الوطني العسكري، من شافوك تما يعني؟ فوالا كنت مقابلة تما، ويعني كان المدرب كمال قسيسي علي نحيوه يعني بلاطو، ومع الجنرال المقدام ثاني هو لابوسي، تحياتنا تحية لواء مقدام فوالا بن زيان. دونك فوالا تحت في جياس كا سيتي جي شوازي ان كلوب دو كور باسكو نحب ليكيب هادي، مالغري يافي دي زوفر، كاينين لي زوفر، مي خير جياس كا بارامور باسكو تحب الكلاب وتولي تيزيوسو. فوالا يقال بانه المدرب لما كنت في رويبا فرقاني كان يريد ضمك الى اتحاد العاصمه، وحناشي هو الذي اعادك لشبيبه القبائل لانك ابن شبيبه. وي صح، كان فرقاني حاب يديني الاتحاد عاود نولي لياسما. ما تخفالكش بلي كنت مع الله يرحمه جمال كدو وسوماتيا، كانوا يدربوني في وداد رويبا. فرقاني يعني لا انسيستي، مام هضر مع مي سعيد، سعيد عليق اللي نحيوه ثان، وحنا يعني دخلت تيزي وزو تفاهمت مع رئيس شبيبة القبائل رئيس حناشي، مضيت يعني سيتي شبيبة القبائل. بقيت بدون منافسه لموسمين، لكن كنت اساسي مع المنتخب العسكري ونلت كاس العالم العسكريه. كيفاش جريت هاد لابيريود هادي؟ جريت يعني افيك لي كون بيان سور جافي دي سوتيان، كاين سوتيان مورال بوكو بليس، على بالك كي ما تلعبش الا تكون في مخك تكون ديجا في سوتيان مورال. جافي لو سوتيان قلت لك تاع لا فامي لونتوراج، بليس على لونتينيو تاع ليكيب ناسيونال كان كمال قاسي سعيد، سونز اوبلي ثاني جينيرال مقدد، يعني هو يعني سانسيرمون جي بوكو ابري مع ليكيب ناسيونال. ليكيب ناسيونال ميليتار يعني قولك الفضل، يعني انا ثاني كنت نسمع بصح الفضل يولي للفريق الوطني العسكري بالقياده جينيرال مقدد هو اللي ساعدك كثير. العلمة، مرورك بالعلمة خلاك الجمهور يحبك كثير في العلمة، تتحب هذا الفريق الى درجه انه مؤخرا لما الفريق وقع في ازمه حبيت دير مصالحه بين الرئيسين بورديم، وهل هذا صحيح؟ هو على راس هذا وي سي فري، يعني اتصلت بهم بول كلوب، اتصلت بهذا واتصلت بسمير بورديم، يعني لي دو بريزيدون يعني يحبوا الفريق، يعني باش ما نغلطوش من الانصار يعني اللي يكونوا يعني يدوا النظره، يعني ماشي يقول هذا الشيء. انا اتصلت بول انتيري تاع ليكيب، يعني الكلوب هذا مديت باسكو الفريق هذا هو ثاني عاود حياني، دونك جو دو ريكونيسون اونفير الكلوب هذا، ميم سيبورتور يحبوني، عيط لهم بور لا ريكونسيلياسيون، يعني اتصل بيا ميم هذا دي فوا سمير وعراس. الفريق هذا يعني عطاك الكثير، حبيت اشكي قدرت تصالح بيناتهم ولا مازال؟ لحد الساعه يعني لي دو بريزيدون سون داكور، مي لو مومون بورتان سي جون ماتون سي. ما هي الاسباب الحقيقيه؟ ما هي الاسباب الحقيقيه وراء مغادرتك لشبيبه القبائل في وقت من الاوقات؟ بصراحه يعني ما كنتش نلعب، يافي با طون دو جو، حبيت تغير. بيضي في باطون دجي كاين يعني سيتان كدا كيما تلعبش يكونوا دي بروبلام. يقول يا في ان كلون كونتر عليك في جياسكا، اسكو سي فري؟ الكلون جو نو بونس با، مي كدا يكونوا دي بروبلام. جو بريفير كيما نقول لك نروح باسكو جيتي جون، جيتي اوبليجي دو رونسي لا كارير تاعي. انا المشاكل خاطيني، جي جامي يو دو بروبلام دو ما في دون نيمبورت كيل كلوب، جي جامي يو دو بروبلام. لا كاين وين يقولوا بلي عندك بروبلام، راني جاي يقولوا بلي كان عندك مشكل مع اكساس، اسكو سي فري؟ في مولوديه الجزائر يقولوا كنتوا تلعبوا كيف كيف وما تهضروش. نو سي نو واش نو بون على برا ما كناش صحاب، ني با دي زامي باش ندورو واش ندورو تحسوا لو تيناي اون ديفون انتيري ان سول انتيري، يعني سي لو تي المولوديه
باش نقول لك في المونسي كاين جوار تتفاهم معاه ومنا كاين جوار كويكيبي تاعك في ليكيب تاكل الخبزه كيف كيف وزيت اوبليجي دو سوميتر. كنت متهم بانك لو شوشو تاع المدرب شارف، يقولوا بلي شارف سيتي لو شوشو وما يتفاهمش مع لي زوتر جوار، سي بور سا قال لك انت ما نتفاهموش معاك. اون كونترير انا سي با سا، اما لا ما نقولوا شارف صح وعلى ملارهم صح، ميم ارتير جورج يسكن في بنيدو ولا بالك. خلو فالدو خلو فالدو ماشي ارتجل نسكنوا بين دوالا ما سي با سا مي كيستيون بالك كاين ان اونترينور سي فري تكون حساسيه باسكو جي جام انا باش يكون في علمك جي جام يا راتي ان اونترينمون في مول الجزائر لعبت كاع لي ماتش ميم كي كانت لا بيريود ديفيسيل ميم في العلمة لي طروا سيزون لي جوز جي جام يا راتي اونترينمون في حياتي في حياتي اي يعني انت ما كنتش متسبب في المشاكل بين اكساس وفالدو لا جامي انا جامي ما كانش دخل كاع في جامي جامي وعلاش رحت مولوديه الجزائر؟ شوف مولوديه فريق كبير يعني يعني باش نكذب عليك فريق كبير وانا كي جي عشت في دون دي كونديسيون ديفيسيل وين هذا الفريق هذايا يا خويا ما حبش نكون سبب كش ما يصرى ولا لا باسكو كانت سيتي لا ديبوندات ما نكذبوش على راتينا ما كانش كاع لي على بالوك كي كان ارتير جورج ما كناش مليح ما كناش ملاح ليكيب ما كانتش مليحه وهذا الفريق كيشوف الناس تحبها ومنا دو بريفيرونس نخلي بلاصتي نقيه يقولوا لعبت في جياسكا لعبت في بوكو كلوب بصح في مولوديه الجزائر الضغط على الجمهور سي ان بو سبيسيال هذه جو لو كونفيرم علاش مولوديه الجزائر سبيسيال قال كي تخسر لازم تقعد في الدار كي تشوف سي فري تلعب لي كلوب سي دي كلوب كاع الله يبارك ميم جياسكا ثاني بصح مولودية يعني لا اله الا الله محمد رسول الله. سي ان كلوب هيستوريك. سي ان كلوب اللي يقع في التاريخ. نورمالمون اللي يلعب في المولودية يمد 250% ويفرح الكلوب لي سيبورتور في التيرا اي بار سون سيريو. ماشي يروح يجيب 14 صباح بشيشة. هذا هو اللي تغيد طيب سارتان جوار يلعبوا في دي كلوب باري. كيما جياسكا كيما بوكو دو كلوب سي ار بي سي ار بي عيب صح يعني ضرب قلت لك السمعه تاع ليكيب هذيك ومن الناس سي با اون بليس يعني علاش قلت لي لا اله الا محمد رسول الله كنت تحسوا بامبريسيون ما في سي ار بي فيها لا بريسيون دوك ما كانش النتائج اللي جوا في الدار رضوان اسمح لي ماشي كيف تاع مولوديه سبيسيال ايه دوك ما زيد نكذب عليك انا مولوديه هذه شغل سي فري سي ان كرون كلوب نحبو طون كلوب بصح سي با ان كلوب دامور ماشي شغل نغير كيما غير عليك كيما قال لك وليد ليكيب كذب انا نغير على جياسكا جياسكا نموت عليها انا انا في جياسكا ما باليش انا جياسكا دوكا لابيريسيون جو لا سوبي انا في تيزي وزو كذب عليك دوكا باسكو انت وليد الفريق تحس بالك صح نحس ليدونتيتي كيما كان يقول لك بين مولودين في مولودين نقول ويدي ولا خلات ندخل للدار هذا كذب عليك ما نكذبش نقول لك ولا خلات راني في تيزي وزو صح تيزي وزو عندك وين تهرب فوالا تبقى ينطاش نوار سيبري دارت une saison dans un club qui Mouloudia aussi prestigieux club ou maintenant بصح ما راكش انا كنت نقول هذا واش كنت نقول الغاشي كنت نقول الشعب تاع مولوديا كنت نقول لهم حنا رانا رايحين بصح ليكيب تاعكم وقفوا مع لازم توقفوا معاه جيتي اوبليجي دو سونسيبيلي لي جون بور ايفيتي لو بير صح نروح لك المقابله شبيبه القبائل مع مولوديه الجزائر وين كنتوا فايزين خسرتوا 4-2 امام شبيبه القبائل هل هذه المباراه كانت مخدومه على راس المدرب؟ جامي دو لافي كنتوا رابحين بعد ربح قالوا باللي لي جوار في درج اليوم نو جامي دو لافي جامي صنع مش كلمة عليك اسكو انت حسيت باللي كاين جامي 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 دوكا اسمح كل واحد والضمير تاعو انا باش نقول لك شكيت في اي ما شكيت انا بعض الظن اثم انا جامي شك في اي انسان بصح لعبنا مقابله كنا رابحين صرتوا بربعه امام جمهوركم سي صا الفوتبول دي فوا دي فوا ما تمشيش صح كيف قضيت موسمك الاخير في العلمه بدون برفان يقول بلي كنت طري زاتاشي بالرفان تاعه وي بزاف هو مسعود غربي اوني طري طري بروش 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 بون سي دو ما فامي برفان باش ما وي دخلتك فوالا سي ليان دو بارونتي اونتر نو سي مي برفان سيتي اون بو دير جيتي سون برا دروا كان البرا دروا تاعي دونك يافي اون كومبليسيتي اونتر نو على جالوني ما جددتش في العلم صراحه لا ماشي ما جددتش هناك العلمه باش نقول اليوم غيمك الصراحه اليوم نقولها لك العلمه انا جي طونك كنت كادر دو ليكيب منا تيتي مام كابيتان فوالا قلت البروجي سي كوا رانا لحقنا كوب دافريك ومنا تو سكي سون سوي البروجي سي كوا
واش البروجي؟ انا جيت نرمي في راحي في فم السباح. دونك فوالا كاين دي بروبليم فو لي ريغلي فو سافوار جيري ومن تو سكي سون سوي. يا ودي لقيت يعني بريزيدون وقف معايا راجل. معايا راجل خلصك خالص الى حد سي فري جي خلصت باسكو خلصت ليبيراسيون تاعي رحت رحت باسكو تسمى انت خلصت مشيت فوالا هما ما حبوش الروح رحت بور لو بيان تاعي وبور بيان تاع ليكيب نكذب عليك كنت عارف بليك ليكيب رايحه تحبط حسيت بصح ضيعت معاهم منافسه افريقيه شامبيونز ليغ اسكو ما ندمتش نو ما ندمتش نقول لك باسكو انا جيت سيتي لوبجي لحقت ليكيب هذه وين حبيت انايا وين فرحت لهم يعني فرحت لهم وراني شوف نقدر تقول من اول مناصرين تاع مولوديه العلمه بعد شبيبه القبائل بيان سير مي هذا ليكيب باسكو كي تاكل الملح وطعم في عند الناس وتعرف الناس كراما في العلمه صح نقول لك حاجه لقت تعاشرهم باش تشوف ناس كراما ميم في سطيف كنت عايش في سطيف يعني جو كو دي بون زامي بون سوفينير العلمة طيب يا فوزك مع العلمة امام ولدية الجزائر 1-0 ودرت دورة شرفية تم فهموا لي سيبورتور باللي خلاص بقى على خير وي سيتي كلير جي بي لا ديسيزيون داير جي نيغوسي في المولودية افون سي بور سا درت دورة شرفية وشعبي صفر سيمان كنا نلعبوا مع مولودية مولودية قال لك نخلصوا لك بيت ولا معنا قلت لهم نو قلت لهم بصح كون فاسون انا نلعب باش نربحو بصح بقى لي في الدوره الشرفيه يقولوا غلباتك الدموع كي درت الدوره الشرفيه وبريسك تو شونجي دافي كي الشعب كان يصفق عليك قريب سي فري انا داير لهنا جي لاش شير دو بونا هاد الساعه راني حميد شوك مي سيتي باسكو عاشرتهم عاشروني قلت لك في ليكيب هذيك شغل كاينه حاجه نذكرك نذكرك ثاني ب ذكرى سيئة عليك صاحبك ملاكم هذاك اللي توفى تم قتلوه يعني ملاكم مهنا كاراد هذاك صاحبك كثير قريب منك توفى قبل رمضان هذا وكان قريب منك كثير صاحبك بزاف يقولوا بلي تي اباتي ابريل ديسيتا بزاف شفت الطريقة اللي قتلوه بها يعني بالك الدمعة طيح لك سيتي اللي تي بلو بروش ليا داير في حومتي كان يدور بزاف في حومتي سي بارمي لي برومي اي تي انفورمي جيتي البرومي اللي شفتو في لامور سيتي البرومي ابري كملوا لوطوبسي شفتو بطريقه بشعه يعني داير لو جور تاع نهار داو هكذاك لوبيتال بون ايزون الدياغنوستيك على بالك لي ميدسان ما يقولوش واش كاين جيتي انفورمي كاين هكذا جوج صحابي قلت لهم سا با دوري دونك سيتي سي سي سيتي كلار بلي سيتي كلار دونك سي تيوري بالواحد يموت في ريعه والله العظيم غير نوموك في سمانه شهر نوم غير شاك جو نوم فيه دي فوا يجيني باسكو اللي تي بلو بروش ليا ربي يرحمه ويوسع عليه الرحمه كما قال لك توجور يا انجستيس ديفين قريب منك ايضا اللي يدير جيدو يعقوبي وي يعقوب تحب بزاف هاد لي سبور صاحبك يعقوبي صاحبك بوكسور صاحبك جيدو يعقوبي حسن عزون بن يخلف صحابك بزاف علاه قريب منك والله غير يعني نقرات انا نحب المصارعه هذا نشوفهم يا اخي ما تضربش في الزنقه نو جامي يديهم يحاميو عليه حاميو عليه والله العظيم باسكو سي دي سبورتيف ومن سبورتيف يخاف يوسي حاجه ما يديرش حاجه والله سي تان سبورتيف والله غير لقيت راحتي معاهم كي تلقى راحتك مع انسان والله غير سيدي الناس نحبهم يحبوني يعني بصح حاجه كسيله صالح وعلي اباك واحد اللي يدير ان سبور دو كومبا جينيرالمون سي بورزين وحقل لا والله ايماجي شوف بيان اونتوراج ديالك اللي يدير الكاراتي ولا يدير البوكس ولا يدير جودو ما يدناش سي بون ما يدناش بصح لا تدنا عليها عندنا بصح ماشي حقاري كاين غير واحد عميمار ايه بنعم عميمار قبيح تنرفو تنرفو خليني نطرح لك اخر سؤال قريب منك كثير ايضا المقرب من فريق مولوديه العلمه الوزير السابق مزيان شريف تحبه كثير وتعتبره كأبك والله غير يعني نقول لك حاجه يعني ماشي نحبه سي مزيان فوالا نحيوه من نصاش يعني من بلاطو الهداف يعني الله يتي توجور ديريير موا كذب عليك كي ما كونسيي ما توجور سوتوني من اجله اللي رحت مضيت في العلمه؟ اه مضيت في العلمه وريحت في العلمه يعني باش نقول لك حبه للفريق يعني تحشم منه كثير ما تنساش بلي الثاني هو مجاهد مجاهد صح مجاهد كبير يعرفوا التاريخ كونداني امور 5 مرات يعطيك الصحة ويعني وقف معايا ويعني نقول لك لو كان قال لي سني في اي ايكيب هكذا نسني باسكو جو سي جو برون كو دي بون ديسيزيون معاه
هو ميم اللواء مقداد يعني هما اللي تاخذ لهم جي بوكو ابري باسكو سي جون لا سي سي دي جون ساج يل ساف جيري جو بونس ميم سي علي يعرفوا دونك سي سير يعرف بارطاج لهم ميم سي علي ضيق له بك يربحوا سي مزيان كيلعب مع كره القدم ويفوز عليه ما يحبش شوف علي خليه ما يحبش ها هو يلعب مليح كره القدم سير سي ان اونسيان جوار اللي تي اونسيان جوار هداف هو ولا ممر يا يعني في العمل مليح بون ما صوناج نديرو دي فاس دو جو ما مع كاع لي ريسبونسابلي لعبوا لتماتك اون في دي فاس دو جو يعني ما شاء الله رضوان والله غير سانسيرمون سي يعرفوا قلت لك عمي علي سي رجل عظيم يعني لقت وانت راك تعرفهم تحيتنا يعني تحيتنا ليه وتحيات لكل الناس اللي يحبوا كرة القدم ولزموا نعرفوا الناس هذوما اللي يوجهونا طريق صحيح طريق صحيح شكرا لك كوسينا برشيش جيسبر ما خبيتش علينا ونروحوا الى سعيد بوطالب سعيد بوطالب عندي اسئله كثيره ليك ولكن الوقت ده